ظهر يا استشحاته. تسلم مكوتك. تسلم جتتك انت. بلك اذا تعبيت في سكيبة ايه؟ برضو انت ابو الايابة. بس خد بالك من رابطة العنق. احسن دي مش بتاعتنا. عيب يا استشحاته دي رقبتي. صباح الدبلوم الكبير ان شاء الله. دبلوم المحاسب والمكاسب. تعيش يا معلم وبالعافية. النهاردة الوقت من ذهب. واحنا على نار. خد. اهدي. توصل وترجع بدل. مع السلامة. مع السلامة يا سلام صنفانس. عليكم. سلام عليكم يا حاج اديب. اتفضل. سلام عليكم يا حاج بهنسي. سلام يا ابني والتعديل المسبكه والاخبار المستويه. بدعواتك ان شاء الله. احنا والبخت. ياما الابخات وليها ابخات وياما خيبه امل تبرك جامد. ليه كده يا سعولة ساعة صبحية بشر ولا تكشر؟ وما بشرتش حجرة ايه؟ مش غايت لقمتك من باترين السجاير. اعوذ بالله. اسمع يا سي صبري يا ابني. اذا نجحت باذن الله وانت راجع تبقى تحط في عروه جاكيتتك ورده حمراء. ايوه وعلى ايه كده بس؟ مش قصدي عشان نطمن من بعيد لبعيد اولا ونكيد العوازل ثانيا ونكسب بيه فرح كمان. وهو كذلك. سلام عليكم. عليكم السلام. ان كنت صائد باذن الله. الله الله ولا فالك هينجح غصب عنك. وساعتها الدنيا ما تسعناش. ايوه الا حته فرحه بجلاجل. وهات يا راس. أيوة. وهات يا طب. أيوة. وهات يا زم. أيوة. والحاره تشن وترن وترن وترن.
بلدي هديتي الحبايب. اديني وردة بس تكون حمراء من فضلك. أنا متأسف جدا غصب عني والله، ولو إن حضرتك يعني اللي اللي إيه يا فندي؟ عفش يا نفش، يا بايخ يا بايخ، يا ظلم يا بلم يا تلم. يا ستي أنا أنت رقعة، أنت بقعة، يا منجل بيحش يا حفر الوش، يا بقني بلاوي، يا منحل بداوية. افهمي افهمي يا دي الواقعة السودة. اخرس قطع لسانك سودة. أنا بقول على الواقعة. ومين هي الواقعة غير لا قيمة ولا سيمة ولا شكل بدلة ولا كلمة عدلة؟ ده كتير قوي يا بايخ. دي جنسها إيه دي؟ لا وبتركب عجل، يا خريكب على دماغك قصف الاجل. كبة طفرة قطيعة. ها تسمح من فضلك؟ ليه ما اسمحش؟ نعم حارة العيش والمال واكلينه بالحلال والحمد لله. امشي على طول كده وتحودي يمينك تلاقي زاوية، هي دي حارة العيش والمال. فيك الخير تشكر. شكري لله. أهلا 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 يا بختك الحب يا عسل العصب من جوه ولا يشرب الحلو الا الحلو يا حلو يا قصبة. لا احلى يا قصبة. يا تقوم من النوم منشي يعصروك من يلاقوك مليان سكر. انت واحد العواد يا عفيكي. اهلا وسهلا. نعم نعم الله عليك. نعم ترفس عدوك. نعم على اللي يسوى من عمش على الهاي. خايف مين وخايف مين؟ اتطلب. عندك مقاس رجلي؟ ايه مقاس رجلك؟ انا عارفه بقى، هي اللي تنحدف ويرميها الجوع على حضرتك يلزمها ايه؟ فستان سواري شرب نايمه مزيكة يد. اللهم قدرنا على طولة البال افندم. تطلبي ايه؟ تاكلي ايه؟ يعني حسره هيكون عندك ايه؟ الديوك المحمره، الخرفان المحشية، الوز المبطرخ، البط المربرب، حش وحوش، الفراخ بالكوب، هش وهش، الحمام بالزوفة، حسب لحينوت من التلاجة. بس ما أقولك أنا راجل عقلي على قدي. هدي أصدق كلمة قلتها، مش في الأول ترسلي أشكالك وأصنافك، أنا منها اللي يعجبني. فاصوليا بيضة، خبزة بالحمص، بطاطس بالفرن، محشي كوسة، أرنبيط ملفوف، حلة ورق عنب، دولمة كدابة، رز. كرهم لي من تاني. ليه؟ هي صورة؟ الله وانا كمان عقلي مش ده. لا دي مش عيشة. فاصوليا بيضة بس عندك فاصوليا بيضة. واحد اسطنبولي شهاني والصلصة مظبوط وصلحه. صلح لك ابوها بس ايدك على 15 سات. ياه 15 قرش؟ ايه كتير بلاش. طب حيلك حيلك. ادي 15 قرش. بس اعمل معروف خلصها لي اوام، الا دي بتاعت واحد صاحبي. حاضر. ها؟ حاضر. الله يجازي اللي كان السبب. الحمد لله. افندم الحساب كام؟ 12 ونص. ايه 12 ونص؟ ليه بتغدى في مينا هاوس؟ واحد فاصوليا باللحمه ب7 ساغ، واحد بطاطس من غير لحمه ب4 ساغ. ليه الطبق نونو نونو واللي جواه توتو توتو واللحمه بيبي بيبي؟ امشي ده لصاحب المحل. مالوش صاحب الا انا. يا سلام وده يا فضلة الكبة، وده عم ادم افندي. ده راح راح. هقعد استناه لما يرجع. مش هيرجع ابدا، البقية في حياتك توفى. ايه بتقول ايه؟ عم ادم يا خسارتك يا عم ادم. اروح فين من بعدك يا عم ادم؟ بقى اسمعي، انا امور البكش والتلحمة دي ما كلش منها. تعيطي تلطمي الفلوس الحساب. يا ما بابا قال لي اذا مت يا بنتي ليك يا عم في حاره العيش والمال. اه عم ادم حصلك يا ابويا وسبت بصبص لوحدها يا ابويا.
انت بنت مين؟ بنت خليل افندي مسعود. خليل افندي مسعود كاتب المحكمة اللي كان زينت الحتة ونقلوها على المنصورة؟ اه. ده خبر زي بعضه. بقى انت بوسبوس بنت حارتنا. ايوه انا بوسبوس. ايه اللي جابك هنا يا بوسبوس؟ بعد ما بابا مات الله يرحمه قلت انزل على مصر افتش على شغل. شغله؟ شغلة ايه يا بنتي؟ انا من صغري ارقص واغني وادق مزيكا، مفيش كده، قلت اشتغل في السيما. سيما؟ اهو ده اللي كان ناقص على حاره العيش والملح. تعالي. على سكانك خلت اجدع ناس جدعانك، بركة اسمك على سكانك خلت اجدع ناس جدعانك، يا حارتنا يا حارت العيش والمال. اسمها حارة وهي منارة، نورها الهي فضل الله، نورها الهي فضل الله، جمع أمارة وصينا عذارة، راخية عليهم ستر وجاه، راخية عليهم ستر وجاه، أمة في حارة وحارة في أمة، يا حارة العيش والمجد، عفة وخفة وذمة وهمة، يا حارة العيش والمجد، بركة اسمك على سكانك خلت أجدع ناس جدعانك، بركة اسمك على سكانك خلت أجدع ناس جدعانك، يا حارتنا يا حارتنا اسمك، أهلها قيمة في نعمة عظيمة، أهل مروءة وناس أحرار، أهل مروءة عشرة قديمة وجيرة كريمة، والنبي وصى بسابع جار، والنبي وصى بسابع جار، والأيام بكرة تمتعنا، يا حارت العيش والمجد، والأفراح دايما تجمعنا، يا حارت العيش والمجد، بركة اسمك على سكانك خلت أجدع ناس جدعانك، بركة اسمك على سكانك خلت أجدع ناس جدعانك، يا حارتنا يا حارت العيش العيش والملح، 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 العيش والملح،
صباح الخير يا بوسبوس. يسعد صباحك يا نينا الحاجة. بقى كده تكسليني وتوخميني وتسيبيني نايمة لحد دلوقتي؟ تاخدي راحتك يا بنتي، انت لسه جاية تعبانة من السفر. انا وعمك الحاجة كنا مقطوعين وطالعين من الدنيا بلا خلفة. وانا ليا من دلوقتي غيرك انت وعم الحاج؟ ربنا ما يحرمني منكم. ايه البوس اللي بيترقع ده؟ ابويا الحاج يا صباح الفاصوليا البيض. اللي ما دفعتيش تمنها. ما اصل البلاش تعب وهعيش كده على حسك. بلاش في بلاش في بلاش. اه منك يا لهلوبة يا عفريتة. صباح النور يا عم الحاج. صباح السعد والرضا يا سي صابر افندي. بوس لي ايدين ست الحاجة. بستك يا حبيبي وظيفة، بستك ورقة بمية جنيه. ما تصبحيش ليه؟ ده صابر افندي جارنا وزي اخوكي. اخويا؟ هو في اخ يدوس اخته بالبسكليتة؟ يا ست المسامح كريم واعتذرت لك، سامحيني. لو يسامحوا القاتل كانوا ليه بيشنقوه؟ لطش وطبش وسامحيني، خرشم وهرشم وسامحيني. حقك عليا انا يا بوسبوس، بس بقى ما تنكديش على صابر افندي، دي الحاره كلها النهارده بتوضب له مكتبه، اللي بيدهن واللي بيفرش واللي بيكنس واللي بيرش. صل على النبي. شايفين يا جدعان؟ القليل في الكتير يبقى كتير. اشكر. احنا يا اولاد حاره العيش والملح عملنا بحسب المثل القائل، خد بالموجود ولا تبخل. تشكر. تبخل على ايه؟ ده حتتين سلك ولمبتين ويبقى مكتب بالكهرباء. تشكر. كنبه قديمه كلفها عم عاشور بقى تشيزلونج. تشكر. والمكتب والكرسيين دول بطلين وحشين برضه. تشكر. مفيش حاجه تغلى على صابر افندي. صابر افندي. ايوه صابر افندي. ابيض يا سي صابر افندي. عليك يا وسينة وعلي من خيرهم اتربى لحم كتافي. الصدق سفينة النجاة، الحق يعلو ولا يعلى عليه. ان ينصركم الله ان ينصركم الله فلا غالب لكم. مظبوط او كده. وعلى الله فليتوكل يتوكل المتوكلون. يختي عليه وعلى قدرة عموم حسابات شباب. يا كبرتيها قوي، الله يكبر مقامك. قول يا صابر افندي. عندي حسبة كده ملخبطة دماغ. وليه؟ دماغي أنا تحت أمرك. أفندي الصبح بدري خرجت على السوق وكان في إيدي ورقة بخمسين قرش. عالي، يعني رأس المال خمسين قرش. اشتريت حبهان وكمون ومستكة بثلاثة ساغ ونص. من رأس المال إلى باب المصروفات ثلاثة ساغ ونص. عالي، مغوشتني البغل دول. شوف حلوين. المهم تمنهم تمنهم. يا بار ايه ده بسبعة ساغ؟ سبعة ساغ سواران من البابة. والحلق البنور ده بص كده، تخيل علي مدندش. بكام يعني بكام؟ يا باي هو ايه اصله ده؟ مالك مستعجل كده؟ عشان الحسبة هتتلخبط خالص. بستة ساغ ونص. ستة ساغ ونص حلق فلسه. ها غيره. وجوز حمام شيعته على البيت صغير صغير من المسعين. مش بتحب الحمام؟ ايوه بس ده خارج على الموضوع. بحسبك تحب الحمام وحنيته. يا سلام لما يقفوا الاتنين جنب بعض بغ 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 بغ، تلقطوا الحب من بقها لبق، يبوسها تبوسه، يرفرف يمين ترفرف شمال. يا سلام لو كان البني ادم يعمل زي الحمام. الحسبة، احنا سيبنا الحسبة خالص دلوقتي. اف انت ضايقتني نرفزتني. حسبة حسبة حسبة. انت مش جاية دلوقتي عشان الحسبة؟ طبعا عشان الحسبة.
امال علشان ايه؟ عقلك قال لك ايه يا ابو عين زايغه يا ابو ظن وحش؟ والله ما بقيت اجي لك كده تكتب لي ولا تحسب لي بس. حسينه حسينه صباح الخير يا صباح الفل يا مشنكله مهاميس فؤادي. منديلك يا حسينه. نعم افوت المعلم عقل يا سيد العادي عشان خاطر منديل. منديل ايه اللي تفوتني عشانه يا مغفل؟ المعلم عقل كله وكسيب بيع عصير قصب بالنهار وبالليله فندح سمينا جرسون في الكباريه. او والنبي لو هدوم بدلنا ما تسال عنهم قدام وقفتنا جنب بعض ولا ايه؟ ايه قوي خلاص على كيفك. ايه صباح واحد عصير. ايه ده؟ قالوا لك عليا برمرم؟ واحد عصير اباحك؟ واحد عصير اللي اتحيا؟ واحد عصير اتعصر دمك في طاحونه وكون خضانه؟ يا حفيظ على مقالب الناس وملفات الناس. ازيك يا معلم شحاته؟ يزيدك من نعيم الله ومن دفاتر عباد الله. عملت ايه في حسابات يا صابر افندي؟ اتفضل استريح. اتفضل. ميرسي. انا طبعا زي ابنك يا عم شحاته. انما الانسان لما يكون شريف ما يعرفش ابوه قدام ذمته. دي انت قرا لك ايه؟ هو اول ما شطح نطح؟ خلقتي كده مع الاسف. انت يا اخويا مقيد لي في حساباتك ثلاث صنايعية يومية الواحد منهم 30 قرش. وماله؟ وماله ازاي؟ فين هما الصنايعية دول؟ اللي معاك في الدكان صبي صغير ما بياخدش في اليوم أكتر من 5 ساعات. وأنت مالك ومال كده؟ نخنصر قرشين من الضرايب، هو أنا أغنى ولا الحكومة؟ أنت مش بتخنصر من الحكومة، أنت بتقطع من أهل بلدك، من أبناء وطنك. الضرايب دي اللي بتتجمع منك ومن غيرك يا أستاذ شحاتة، هي السلاح الماضي اللي هيمكن الحكومة من محاربة الفقر والجهل والمرض. هي العماد الاول اللي هتكون لك منه جيش يصون كرامتك ويرفع رايتك ويدافع عن سمائك. ايوه فاهم فاهم. ما قلناش حاجه، انما يعني لما ابلط انا هينقص عسكري من الجيش مسمار من المدفع. لكن ما تنساش انه من القليل يتلم الكتير. احسب انت الخمسه والعشره وسيب بعد كده الالوف تحسب نفسها. يا دبلومات المعرفه يا شهادات المعلوميه. معك حق يا صابر افندي. يخص علي وعلى مخي الزنخ. تعرف يمين الله يا شيخ انا من دلوقتي ورايح هتكون انضف حسابات في الدنيا هي حسابات محلات غسيل ومكوى الاستاذ شحاته ليميتد. صابر مين وبتاع مين؟ هو انا حاطط حسابات لوكيل نيابه ولا لضابط بوليس؟ كل بنك وسيم وجيم وده لا وده كتير وده مش معقول. وهو دخله ايه؟ هو بيطلع حاجه من جيبه. على راي المثل الدخان القريب يعمل. يا ناس يا اللي ما تخافوش ربنا، يعني يسرق معاكم ويساعدكم على الغش يا يبقى كفر زهرب. الحكومه دي اللي عايزين تسفوا حقها تجيب لكم منين علشان تحوش عنكم الجهل والفلس والعيا؟ عايزين يعني ينقص القلاي تنقص القرطه؟ الله الخياله الهجانه غفر السواحل. هو يعني زي ما بتقول يا اسطى شحاته، بس يعني ما بسش منك. له صابر عنده حق، وحسابات تجار حاره العيش والملح لازم تكون انضف حسابات في البلد، والبركه في صابر افندي. وانوار مكتب صابر افندي، تصدقوا بالله يا جدعان الكهرباء اللي وضبتها له كلفتني الشيء الفلاني، لكن من عينيا الاثنين. وعينيك دي ما تخليهمش ليه يسددوا الثلاثه جنيه اللي انت مبلط عليهم بقالك 3 اشهر. يا بنجرب القاوي على الخيبة والفقر والجهل والمرض. تدين بس, بس, بس بس بس. لكن ظل الله من ذل نفسه بالسلف والدين. يعني لازم تكسب طبيعته قدام الناس. الله ما تقول لهم كمان، قول لهم انك عايز مني 6 ريال. اتفضل مع السلامة. اتأخرت عن أكل عيشك. ايه الحاجة اللي هتردوه؟ ايه يطردوني؟ الكباريه على بعضه كله كوم وانا لوحدي كوم. طب وشرفك هذا شحاتة؟ انا لما بهل على الكباريه الكل بيسقف. هذا نعم سعادة البيت. تعال اهلا. شمبانيا واحد هوا. عقلة بذمتك كل ما بتكوني معايا بكون اسعد واحسن انسان فيك.
اهو كده يا سعادتك دي، صحة سعادتك وعقلية سعادتك يطالبوا سعادتك بالترفيع عن كيان جوهر مزاج سعادتك. حازم عنده حق يا بهجة، ساعة لقلبك وساعة لغضبك. ما هو البركة فيك يا أحلام وفي حازم. ما تفكرش يا سعادتك دي، كما إني وكيل سعادتك في أعمالك وبخدمك بكل إخلاص وأمانة، فأنا وكيل سعادتك بحظك برضه بكل إخلاص وأمانة. إيه عملت إيه يا عقلة؟ إن شاء الله تكون وضبت كل حاجة. يا سلام يا سعادة البيه، هو عقلة يعرف عند سعادتك حبلة وما يقومش باللازم. باللازم واللي مش لازم كمان، إحنا كلنا خدامين بهجة البيه. ما هو سعادة البيه كان يحب إن عقلة يخدم بنفسه بالحب. والله كان بودي، لكن سعادتك أديك شايف كل الزباين ما إحنا لهمش الكاس إلا من إيد عقلة. معلش، المهم انك هتحضر الحفله وان عقده هيهتم بمسالتك يا سعادتك، مش كده يا عقده؟ ما يكونش عندك فكره يا سعاده البيه، انا محضر لسعادتك طقم جرسونات لا بشبك ولا بالكل تنتلنتين. عجبها نفسي؟ خد انا ايه ده، هي تقطعك وتقطع صوتك على الصبح. اقعد اكلك عيش يا حلمي. مين انت؟ مش عوايدك انت توكل خوازيق مقالب. الله يجازي هزارك يا حاج. الموضوع باختصار، في حفلة كبيرة قوي هتتعمل في بيت بهجة بالأيوبي الخميس الجاي، ولازمهم ثلاث جرسونات مساعدة. حبوا يستقضوهم من بره، قلت استقضاهم أنا من جوه، ولاد حتتي أولى. إزاي طلعت من حنكك دي؟ كده وشرفك. وعاملين للجرسون جنيه في اليوم، يعني الثلاثة يا حلو. بثلاثة جنيه يا وحش. أخدهم أنا أحطهم في جيبي. ودول يشتغلوا ببلاش؟ تاكل عرقهم؟ تستحل شقاهم؟ يا عبيط البقشيش، دول بشوات وبهوات. كوباية نظيفة يا جرسون وخد، معلقة نظيفة يا جرسون وخد، ولع لي يا جرسون وخد، وافضل في خد في خد في خد، اتعمر جيبك وترايش يا حلو بعشرة خمستاشر قول عشرين جنيه. يا سيدي الامبابي ده منجم دهب، دي حنفية فلوس. ايدي على كتفك يا عقلة يا ابني. لا ده انت اللي ايدك على كتف ثلاث جرسونات من معارفك وتقسمهم. ولا يكون عندك فكر. لكن اسمع، انا عاوز ثلاث جرسونات معتبرين يبيضوا وشنا قدام سعاده البيت. لا ده انا هجهز لسعادته طقم جرسونات لا في شبت ولا في الكلت للتاب. الحكايه كلمتين. الواد عقله طلب مني ثلاث جرسونات يخدموا في حفله واحد بيه. انما جرسونات بريمو زي بتوع شبت. ولا في الشبت احسن منكم، ولو انكم لا جرسونات ولا حاجه. جرسونات؟ جرسونات يا حاج؟ واحنا يا عم وش ذلك؟ لما الواحد منكم يكسب 15 20 قول 30 جنيه بقشيش في ليله واحده يبقى ازاي الحال؟ وده عايزه كلام؟ جرسونات وبس؟ ده احنا نشتغل حلوتيه كمان. لا، والحفلات اللي زي دي تبقى زباينها حاجه علاوي قوي، والحفله تفضل في رقص وغنى للصبح. يا واحد يا واحد دي. والاكل اديوك الرومي عينها الشمال بالكريمه وعينها اليمين بالمايونيز وحنكها بيشر سمن بلدي. يا معدتي يا امي. وكل ست وست حته جواهر من اللي لابساهم تستير عماره ب 17 اصول الصين. مدد يا سيدي ابراهيم مدد. بس يا خساره. ايه؟ الهدوم الزواتي الجرسوناتي مستحصل عليها منين؟ من محل الف صنف، من دكانتي انا، من صنف الفساتين لصنف الجونيلات، سيميزيتات يا اتكرباتات، ده بخلاف بدل جرسونات البورصة اللي على ناصية شارع جامع البنات. بس هتجيبهم ازاي يا نيلة؟ بيغسلوا ويكرهوا عندي. تبقى انحلت. بس الشطارة ان الواد عقلة ما يعرفش ان احنا التلاتة اللي رايحين. فيكم من يكتم السر؟ في بيت. بيت ايه يا بت؟ يلا خد اللي انت عايزاه واطلعي. اطلع؟ واطلع عليه؟ ده انا هنزل وعلى عقله وهقول له على كل اللي سمعته. انت اتجننتي يا بت؟ عايزه تفضحينا وتجرسينا؟ منع للفضيحه والجرثه تاخدوني معاكم في الحفله المهمه دي. والنبي غلبانه تبربق بعينيها وتشوف الدنيا. زي ما احنا رايحين تروح هي كمان. فيها ايه يعني؟ هي قلت فساتين سواريه؟ ولا دكانتي هتغلب في توضيبها؟ يهنيك يا استاذ شحاته، يتلتلك زباين ويغسلك من الفقر وينشرك على حبال العز والصحه، ولا يسقعك ولا يرقعك ولا يبقعك. روح استجاب منك ولو اني مولود مبقع جايز. كلام ايه الفارغ ده اللي بتقوله يا استاذ شحاته؟
والنبي يا عم الحاج والنبي الله يعينك. طيب معانا معانا وامرنا بالله. صحيح الله صحيح. قولها تاني والنبي تقولها تاني. يا ستي انت يا فرحتي هتمتعك هتفرج هشوف الدنيا هتفرج على رأسك هتهنى باللي هشوف اللي ما شفتوش. احم احم حسينة. مساء الخير. يسعد مساك يا صاحبي. ما روحك كده ليه؟ المعين ربنا ولكل مجتهد النصيب. اهلا وكان بايد يا صابر. كنت عينتك مدير، مدير كبير، مدير بنك، مدير شركه. هي مديريه حفله العيش والملح بطاله. نعمه ويديمها ربنا. يديم عليك الستر يا صابر. انت امير وابن حلال. المركز العالي ما يرفعكش، انت اللي تزين. أنا حوصل لأعلى المراكز يا أبو سينا بعطفك وحنانك. يا سلام يا سلام على كلامك اللي بينقط عواطفك. قول كمان. لا مؤاخذة مش قصدي والله. تصبحي على خير يا بي. ده خيبة قوي. ده سنة أولى رول. بس لو كان يتلحلح شوية. يلا اتلحلح أنت وهو. واحد على اليمين واحد على الشمال وانا في الوسط. اتفضلي يا اكسلا. لا ميرسي. بس ده طقم قوي. انا لسه واكل منه حتتين جوه. جرسون ظريف. امشي بقى ولا ايه؟ استني امشي من هنا. يعني امشي حاف كده يعني. يلا اتفضل مع السلامة. طيب الارزاق على الله. مالي ميه ميه ميه. قلت لك لا هشرب بالذوق. روقي دنك تاخدي كوبايه ميه. امشي يا ولد يا جرسون يا وقح يا قليل ادب. الله 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 ما انا همشي اهو. بس يعني انت مجنون يا شاطر. امشي في شغلك. مشينا لان يا رب اسمه الكريم. ايه رايك يا حاج نقلع ونروح؟ انت مجنون. مجنون مجنون ليه؟ هو حد من الناس تفتح بملم احمر؟ لسه يا عبيط عقلة فهمني ان القبض والصرف قدام شوية بعد ما يسكروا. طب ان كان كده نحط لهم حاجة في الشرب. شرطك عكر عشان يقلعونا من هنا ويلبسونا في ابو زعبل. احنا مش في كده. بص بص راحت فين. مستنية في الجنينة. انا مش عارف هتدخل ازاي دي. مالكوش دعوة انتم دلوقتي تشوفوا. وانا تذكر الدعوة لابو سينا. براوة على شياطينة. أبليس يقول لك يا جد. هما زيكم أغرى في سبر مية. الورقة دي تقدميها على الباب والنفخة بقى اللي بالك منها. انت فاهمة يا بشبش؟ القف يا بشبش. الله الله الله. طب امسكوا امسكوا عشان هو هيكلكوا. استنى بس طول طول بالك. استنى يا بشبش طول بالك. ما تحجش. يلا عليه هوب. يلا يا بشبش يا ابو الكلب شد الكلب. يا حبيبي 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 ي
بتعمل ايه يا واد انت هو هنا؟ امشي اطلع بره. ايوه يا فندم بس يعني ايه؟ ايوه ما هو بس اللي يعني اللي جابنا. أيوة بس شبوزك انت هو امشي انت واطلع بره. ايوه امشي أيوة انت هو اطلع بره. اصل انا ما هو بس وانت اقفل الشباك، الهوا داخل في جتتي زي الغصان. ما هو الهوا مفيد كويس للصحة بيشتروا له مراوح. امشي اطلع بره. ايوه هطلع بره بس هطلع ازاي؟ ما اقدرش امشي، همشي زي حرام عليكم. حرمت عليك عيشتك، يلا امشي من هنا. همشي انا امشي ازاي بس امشي من هنا بس حرام. ايوه همشي همشي اهو همشي وامرها لله. يا جنابي ياني كتكارثة اللي ما تتسمى يا استشحات روح. لكن لا بعد الشر الله يسامحك. لكن حخش حخش بس لكن انا اولا لا اولا ولا ثانيا ما تبقاش كده تهدى في البيت كده في الحفلات كده بطل تكتفك بقى يلا خش. انت مجنونه مجنونه الله يسامحك بس يلا يلا فين خش خش فين خش. انا بس عاوز افهم بس فهميني حضرتك تبقي مين؟ حاجه عجيبه والله يا ست هاني مش كده بس فهميني تبقي مين يا وعدي بص بص اهلا وسهلا اهلا وسهلا قبل اهلا وقبل سهلا حضرتك هتبقى مين؟ وانت برضه سيبها لنا احنا يا سعاده البيت. اسيبها لكم ازاي؟ دي داخله اوانطه. ايوه ايوه ما احنا عارفينها دي في كل حفله بتخش اوانطه. انجري قدامي. ايوه اتفضل يا سعاده البيت ما تفورش دمك اتفضل. انت وجودك هنا هيكشفنا هيخرب بيتنا. انا هدق لك يمين وانت تدق لك شمال. ينجيك انجدني يا استشحات ما تسيبنيش لوحدي خليك جنبي. افندم في خدمه من الموزيل؟ الله يحوى يا اصله ده. حاضر حالا من عناية الاثنين. اما بالعافيه في عرضك ما تسيبنيش انا محتاس. افندم كتيل موجود ويسكي بالصيده موجود لكن ابو العافيه مش موجود. ومعزلها معايا؟ طيب انا حوريهم بقى لما اقولك انا بنت بعفريت بنت بجنينة لا تتعدلوا معايا لا اروح معاكم في 60 داهية. ربنا امر بالستر يا بسبس. حرام عليك يا بنتي ده انا زي ابوكي شايفة الترابيزة اللي هناك دي شايفة؟ امشي على طول واقعدي هناك لا تكلمي حد ولا حد يكلمك. جرسون معلش اما معزوم اوعي يا بنتي. وانا ايه اللي هيعرفني المعزوم من الجرسون؟ هشمهم هفنطهم ما انتوا كلكم لابسين جرسونات. الحق معاكي لكن اللي يعاملك بمنتهى الادب اهو ده يبقى جرسون. واللي يكون قليل الادب يبقى معزوم؟ لا ده انت متعبه. ربنا يريحنا منك. ايه الوش الجديد ده؟ ما اعرفهاش دي اول مطلب اشوفها فيها. يا ترى من فاميلية مين دي؟ عند اذنكم تعمل اي خدمة يا هانم؟ يا سلام عليك وعلى نفختك. اديني ازازة كازوزة حاجة سمبتيك قوي بالصودا؟ ايه؟ صودا؟ لا حمرا فراولة. حاضر. انت
تسمحي لي اقعد جنب منك شويه؟ ايه يخفى عليك يا قليل الحياه، جرسون ما تفتشيش، جرسون لماما، جرسون واطي. جرسون حضرتك غلطانه، تعال هنا يا جرسون. تو هو قفشوها يا ده يا دقي، رحنا في شربه ميه عملتها فينا المضروبه. فهموا الهانم انا مين واحنا شرفنا. مالك عني شيخ حارم؟ انتوا مجانين. يا كسبة اسرح شوف شغلك لا يطردوك. يا خبر، تبقوا بتخدموا في الحفلة وما تعرفوش بهجة بيه صاحب البيت. ايه مين؟ صاحب البيت. تعالي هنا، انا بدي اعرف انت مين ودخلتي هنا ازاي. انطقي ما فركشت بانفاسك، اتكلمي تبقي مين؟ ريحيه الله يتعبك. اسالوني انا، دي عشرة في لسانها، خدتني على الباب في حته الدوكه وبس دخلت اوانطه. سلموها للبوليس. ما كلمتيش هسلمك للبوليس. بوليس ده يكون احسن، هناك في البوليس اقدر ابين مركزي واري قدام الضباط والعساكر والمعاونين والمخبرين والملاحظين ازاي واحد جه زي سعادتك يقابل واحده في مهنتي المقابله دي. مهنتك؟ اظن عواطليه، بتلقح على الناس، برمي جدتي، لكن استاهل اللي جيت برجلي وطوعت محمد بيه. محمد بيه؟ محمد بيه ده يبقى ايه؟ هاي محمد بيه وخلاص، اللي قصدني وترجاني عشان اجي اسلي الموجودين. ايه مطربه؟ رقاصه؟ مغنيه؟ ارتيست؟ تبقى العفرطه في محلها. استني حلمك شويه، بقى حضرتك ارتيست؟ لا، طباخه، مكواجيه، اصلح بوابير جاز. تعالي هنا. راحه فين؟ اظن عايزانا استنى عند سعادتهم بعد ما هانوا الفن. طب يلا قبل ما ينضرب الفن واللي جابوا الفن كمان. استني، هو دخول الحمام زي خروجه؟ مش بتقولي انك ارتست؟ عايزين نسمع الصوت الجميل والرقص البديع. بديع مين بعد ما عكروا دمي؟ خلاص ما عنديش مزاج وكمان ما عنديش هدوم. ان كنت بتصحفي انا برمى، وان كان على الهدوم عندي. تعال قدمها يا بهجة البي، خلينا نضحك شوية. كويس يا أحلام، مفاجأة عجيبة، أغاني تنعش القلوب ورأسي لخبط العقول. الفنانة الموهوبة الآنسة، الآنسة اسم حضرتك إيه؟ بص بص بص. إلى نسا بص بص. Bumba!
أما اللي فاق الحدود لما القدود بتميل على الأوتار ده إيه ده كمان؟ ده رأس بنت البلد وجدع ولد وجدع ولد بيمد على المزمار براس النار براس النار براس النار براس النار طب رقص يا جدع على واحدة ونص واتفرج على البدع على واحدة ونص من زي بالدلع على واحدة جريئة قوي. أول ما شفتك عرفتي تمام أنت تطلعي إيه؟ أطلع إيه؟ نصابة. ها؟ نصابة لكن جامدة قوي. نصابة؟ ليه؟ خطفت طربوشك وتلحت أكري؟ مديت إيدي في جيبك ونطيت من الشباك؟ حلمك حلمك عليا شوية، أنا ما قصديش أقول كده، نصابة يعني بنت بتاعت حيل. آه، تقوم تقول مدردحة مع فرطة بنت حنت. لكن أنا بدي أفهم، لو كانش صوتك ورقصك طلع حلو كان بقى مركزك ايه بقى؟ كانت علقة سخنة من سعادتك وشوية تقلم من حضرات المستمعين الكرام. انت بستيليا خالص، لازم نشرب حاجة بصحة جمالك ولطفك ونجاحك. ايوه الاوفيس، انا بهجت بيه شيرو واحد جلسون هنا في الصالون الازرق حالا. ايوه جلسون افندم. بسم الله الرحمن الرحيم، انت جيت منين وانا لحقت اسيب السماعه؟ اصل الخدمه هنا منظمه قوي، لاسلكي اوتوماتيكي. هاتي زي الشمبانيا تكون متلجه. متلجه قوي توقع السنان حالا. يلا حالا يلا ايوه يلا حالا يلا. انت سحرتيني يا بوسبوس، خدودك ورد مين وفراولة مين
شفايفك الحلوين دول يقولوا البرقوق تلهي على عينك. طب عايزينك برقوق وتلهي. بس فهميني، انا عاوز انقلك للجنه ونعيمها، الجواهر، الفلوس، الخدم، الحشم، الحرير، كل دول واكتر من كل دول بكلمه واحده منك. الله، مش كده، استهدى شويه، اشرب لك بق ميه يا اختي. انت اللي معطشاني، انا الليله اتفتح لي كنز الهنا والسعاده. قفشتك، ازيك بقى؟ الله يسلمك، ازيك انت؟ ده مين الحمار ده؟ انا يا فندم. ده ايه ده يا بوزي النكد ده؟ مين قالك تيجي هنا؟ مش المفروض اللي توطعت سعادتك؟ ارميه هنا مش اطلع بره. حاضر يا اكسلانس، بس حيلك حيلك حيل ليلك 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 ليلك. انت بتقص عليا ولا انت بتعوج عليا؟ ابدا، مولود كده بشرفك، دي خصله من صغري، ملازماني ومصاحباني، يا سمعاني يا لبخاني يا لخماني. امشي اطلع بره. امشي اطلع بره. يا ادب سيداني يا أهياني. يا لا يا طنطة، جوه في الأوضة وصاحب البيت عامل عليها كماشة. كماشة بنفوخك تعدل، كلمني. ما أقدرش ما أقدرش تعدل، خلاص البريزة البريزة ثابت 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 ثابت. ما تكسفنيش، أنت ما دقتيش عصير العنب؟ عصير التفاح؟ لا، دقت عصير القصب. يلا، واحد اتنين تلاتة. إيه؟ احنا دلوقتي بقينا حبايب، كتبنا بقلوبنا اتفاقية هوانا، والاتفاقية يا بوسبوس ناقصها الامضة، والامضة يا حلوة ايه؟ بوسة. لا 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 ارجوك، انا متجوزة. بقولك انا متجوزة. متجوزة؟ اسمع يا بوسبوس، انا هخليكي نجم من نجوم السينما، كوكب من كواكب المسرح، صور، مجلات، اذاعات، اعلانات. الله، لكن بقولك انا متجوزة وما اقدرش اسيب جوزي، ضميري يوجعني. انا هريح ضميرك واغني لك جوزك. هو صنعته ايه؟ صنعته؟ ايوه صنعته، يعني كاتب محامي مساعد مهندس، مالوش صنعه. صنعته من بتوع الدبلومات، يمسك دفاتر التجار، ايرادات، مصروفات، يعني محسبانجي كده. طب انا هشغله عندي في الشركه في احسن مركز، هخليه يكبشله عشان خاطر عيونك، مرتب متبحبح قوي. صحيح، هتعينه في وظيفة تليق لمركزه وتريحه من السهر والغلب اللي هو فيه. صحيح، لكن على شرط تريحيني من العشق اللي انا فيه. يا حبيبي يا صابر. صحيح، اسمه صابر وعنوانه ايه؟ تصبر افندي الحناوي اللي في الدكان اللي على ناصية حارة العيش والملح. اتفقنا، تسمح. لا لا، بعدين. بعدين بعدين امتى؟ لما توفي بوعدك. صحيح. طب بوسه. الله، ايه شيء ايه شيء يا خالد؟ وهي ده 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 دي 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 تي ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولا حاجة، ما بنعملش حاجة. مش حاجة. اتفضلي اعملي انت. اتفضلي اتفضلي. اه يا غدار يا غشاش يا حاج. طولي بالك، مش كده يا ابو القلم؟ شد السلام. صباح الخير يا عم ابو العاد، ويسكي بالسودا موجود، كوكتيل موجود. ابعدي من هنا يا بنت، ربنا يكفينا شرك. يلا. صباح الخير يا استاذ شحات. ايه والنبي صحيح. يلي كلاب خان. نعم. يلي كيدك يا خيان. ابتدي علي بقول لك وجع يزحزح. بس عصير خدك جميل يا حلو يا حلو. يا دم ميه يا ست. فرحي وقفت الميه بزوري، فرحي من بدري كده على فين؟ ننسي الحاج عمل فضي خيرك شويه لقمه الارض. واعتالي منها؟ لا وعيدك، ده صابر افندي غير ريقه على عصا الابيض. حلال عليه يا ست، الحلو للحلو. مين؟ مش هينك؟ والله
قصدي شقوتك يا شيخ. نايم هنا ليه؟ انت مالكش اوضه تنام فيها؟ انا ليا سطح بحاله، انما بقى كبسه الشغل ولقمه العيش ما بترحمش. لكن لقمه القاضي ترحم. سبحانك يا رب ترزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. اسمع يا صابر، شفت لك حته منام عظيم. احكي لي. شفتك لابس كلك ابيض فابيض. عظيم. وفوق دماغك عينه قد كده اخضر فاخضر. دي اعظم. وراكب حصان فضه فضه. دي اعظم اعظم. وماشي في بحر ميته بنور في بنور. بحر مغرف فوق بعدين. وحواليك سمك عمال يلعلط ويبعلط، وانت عمال تمسك اشي باليمين واشي بالشمال. ده السمك رزق هايل والحلم ده خير قوي. وبعدين؟ وبعدين فتحت عينيا قلت يا بختك يا صابر افندي، ان ما كنت هتتعين في مركز كبير وظيفه عاليه ما كنتش انا بوسبوس. حقك ان يبقى لك الحلاوه يا ابو زينه. حلاوتي هي روقان بالي وبالك يا صابر، هي راحت قلبي وقلبك يا صابر. بوسبوس صابر. لذيذة قوي بالعسل الابيض. طب اطفيها بالسم الهاري. الله الله ترى فيك الحلم اللي تعبت روحي وحكيتهولك. لكن يا ابو سينا انا الابيض فابيض قال ده انت كنت ازرق فازرق وميه وحصان وسمك مين؟ ده كان سمك ميت، كان سردين مملح، كان سمك بكلاء بكلاء. كتك حلمه يطلع كابوس عشان يقلي نومك زي ما بتقلي نوم غيرك. ها لكن ابو سينا ابو سينا ايه في ايه؟ اراجوز؟ لا العفو، بس انا شايف الست عصبيه قوي. وانت مالك؟ قريبتك؟ صاحبتك؟ مراتك؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا عزيزي، مش حضرتك صابر افندي الحناوي؟ ايوه انا صابر افندي الحناوي. انا جاي لك مخصوص من طرف المقاول والمال الكبير الكبير قوي بهجت بيه الايوبي. معرفوش ثم افرض عاوز مني ايه؟ سعاده البيبي ارجوك انك تمر عليه النهارده الساعه 11 في مكتب الشركه. ليه؟ عايزني في ايه؟ سبحان العالم، الاوامر اللي عندي كده وبس. العنوان 6 شارع الزهور قصر النيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعله خير. وعلى الله فليتوكل المتوكل. ايوه من عينيا الاتنين يا حازم بيه. اتفضل. شكر. صابر افندي. اهلا صابر افندي. ارجوك اعدل طربوشك وصلح الكرباطه شويه، لان البيت بتاعنا بيميل جدا للاناقه، ولازم تفهم ان سعادته عصبي شويه. وعلى ايه ده كله؟ ده العبد مننا بيقف بين ايدينا الله بكل بساطه، اظن دي ما فيهاش جدال. هو انت هتقول لي محاضرة ولا ايه؟ اتفضل خش اتفضل. اتفضل يا صابر يا فندي. انت صابر يا فندي. بذمتك انت صابر افندي. بتضحك ليه يا سعاده البيه؟ شايف قدامك مسخه اراجوز؟ انا متاسف جدا، انا كان متصور لي ان صابر افندي اللي هشوفه ماله راجل طويل عريض دماغ قد كده ورقبه قد كده وكتاف قد كده. ليه؟ هم فهموا سعادتك اني بشيل حديد؟ مصارع بوكسير؟ انت شاب اقدر اعتمد عليه. اتفضل اتفضل اتفضل. يا صابر افندي، تحب تدخن سيجاره؟ متاسف ما دخنش. عين العقل، مفيش اضل من التدخين علشان الرئتين. اقدر اعرف سعادتك عاوزني عشان ايه؟ حالا.
كذب يقول؟ والله ما اشربش خمرة. غريبة. أنت ما تشربش خمرة؟ أنت شاب عصري، شاب متنور. وليه ما تقولش شاب مؤمن يا سعادة البيه؟ كلامك في الحقيقة عاجبني أوي يا صابر أفندي. صحتك. أقول لك نتكلم في الموضوع. يكون أحسن. أنت عندك دبلوم صحيح؟ والله وزارة المعارف بتقول لي كده، ما أظنش بتضحك عليا. حلمك عليا شوية. والدبلوم ده تجارة عليا؟ طبعًا. لو كان طب بيطري ما كنتش أشتغل محاسب. طب الهداوة يا أخي، مالك دمك حامي قوي كده بيه؟ هو ده اللي بحمد ربنا عليه، يكفينا شر كل دم بارد. لطيف قوي. بالاختصار يا صابر أفندي، أنا نويت أعينك في وظيفة عندي. إيه؟ كاتب حسابات؟ لا. أقل من كده؟ مساعد حسابات؟ لا لا لا، مدير حسابات. مدير حسابات؟ أيوة. أنت شاب كلك نشاط، أنا هعمل لك عقد بثلاث سنوات والمرتب 50 جنيه في الشهر، وكل سنة ليك شهر مكافأة، وهتسكن مجانا في عمارة من عماراتي علشان تكون جنبي، وهيكون لك أوتومبيل تحت أمرك، وادي شيك بثلاث أشهر مقدم. اتفضل. تسمح تقول لي يا سعادة البيه، ايه السر العجيب تنقي شاب فقير زي حالاتي وتعرض عليه بمنتهى البذخ عروضك البراقة دي؟ انا حر في تصرفاتي يا اخي، اعمل في املاكي وموظفيني زي ما انا عايز. 50 جنيه لانسان زيي كان يبوس ايدك لو طال 10 جنيه، نكرة مجهول وتسلمه بدون اي ضمان حسابات مصالحك وشركاتك لمجرد سواد عيونه. مش سواد عيون يا عزيزي، اصلي بحب تشجيع الشباب الناهض. انت غلطان يا سعادة البيه، انا هقول لك انت غرضك ايه. فكرت انك تجيب شاب بسيط محتاج تعميه بفلوسك ويصبح لعبة من ايديك، يقل دينه ويبيع ذمته ويداري على حساباتك المزورة ويساعدك على غش الحكومة واكل اموال الناس، ولا يقدرش يحرك لسانه لان اموالك سد بقه، لان عطاياك كسر عينه، ولما تنكشف سعادتك يكون هو كبش الفدا ويترمي في السجن وتقف سعادتك تتفرج عليه. طلباتك مرفوضة يا سعادة البيه، لأني أخاف ربنا وأقنع من نعمته بالحلال. يا بيه. وانت مالك؟ ياسر. هو ده خلص ربنا؟ ده كان هيسكنه في شقة مفتخرة ببلاش. ما تنفعوش، ده وش سطوح. لا وعربية مخصوص، بزمرة على اليمين وزمرة على الشمال وزمرة في الوسط. باك 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 باك. ما تبسطوش، ده عاوز الطب والدبش الحلو رجليه. ابن النعيم للنعيم وابن الشقة للشقة. معلوم يا عم. اهو شرف اهو. السلام عليكم. وعلى الفالحين السلام. كده. ربنا يهدي خلقه. صابر اديني فرصة عشان اشرح لك بلوتي. انا اموالي اصبحت مبعصرة ومسؤوليتي جسيمة وغرقان مش عارف راسي من رجليا. انا محتاج لك يا صابر تنظم لي حساباتي وتخلصني من الارتباك ده بكفاءتك. ليه؟ هم موظفين سعادتك تنقصهم الكفاءة؟ جربت كتير يا صابر افندي، لقيت الذمة بتتبرأ منهم، الامانة ما بتخطر لهمش على بال. وان كان كده مخليهم ليه؟ رقبتي في ايديهم وحرامي من غير بينة شريف. البينة ده فترك حساباتك. وفين الشخص اللي اقدر اسق في ذمته؟ الشخص اللي يقدر يقدم لي البرهان على غشهم ويكشف لي عن خباياهم غيرك انت يا صابر افندي؟ لكن ليه اخترتني انا يا سعادة البيه؟ لان نبادي ناوي اربي الطير الصغير في نعمتي، ونهار ما يطلع له ريش ما يفردش جناحه الا علشان يحميني ويسترني. فهمني يا صابر. بهجت بيه، انا تحت امرك يا بهجت بيه.
وما تفكرش اني طمعان في مرتب الخمسين جنيه بتوعك. انا اضحي عمري وصحتي مقابل شيء واحد، الحق. والحق يعلو ولا يعلى عليه. الحق ولا شيء غير الحق. بس حلمك لما مفيش حلمي، انا هنا ما اعرفش ابويا، والحسابات دي كلها ملفقة. يا استاذ صابر ده طعن جارح، اعتبره زي ما تعتبره. انا ما اعرفش احسس على الالفاظ قدام تلاعب واضح زي الشمس. الدفاتر دي حرجعها بنفسي سطر سطر. تقدموا لي المستندات والفواتير عن جميع حسابات الخمس سنين اللي فاتوا قرش بقرش، فاهمين؟ كمان لازم تلاحظ حضرتك ان الوقت ما يتسعش للبحث ده كله. عشان ايه يتسع قوي؟ بدل ما تشتغلوا ست ساعات في اليوم اشتغلوا عشرة، اشتغلوا 12. لكن ان لبدنيك عليك حق، واكل عيشك له عليك الف حق. يلا اتبعوا لي جميع الاوراق اللي طالبها بكل سرعه وبدون اي اهمال. يلا اتفضلوا. اتفضلي. الله الله الله، مالك؟ الحقنا يا حاتم بيه، دبرنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ في المحروق اللي جانا جديد ده. مين؟ صابر افندي؟ قال ايه حساب خمس سنوات عاوز يراجعه مستند مستند. ما يراجع، هيجرى ايه يعني؟ يجرى ايه؟ يجرى ان كل المخبئات اللي دفننها سوا هينبشها ويكشف عنها الكفن. ده مش هيلحق يشيل ولا يحط، دي ايامه هنا معدوده، ده مجرد طرطور، صفر على الشمال. لا على اليمين. كمان شوي، كمان. اوجه ناحيه الحيطه يا سيرين. ايوه كويس كده. من فضلك عايز اقابل صابر افندي. اهلا اهلا، اتاني الدنيا منوره. اتفضل يا ابو زينه هانم. فين؟ هتقابليه دلوقتي. أنا وفيت بوعدي وغيري بقى لازم يوفي. أنا بكرة هكون في البيت الساعة 9 بالليل. أنت موافقة؟ ها؟ ها؟ معرفش. لما أشوف. لا لا، المسألة ما فيهاش لما أشوف. صابر أفندي على كف عفريت زي ما عينتهولك معزز مكرم، هكرشهولك برضه معزز مكرم. قلبي عليك يا صابر افندي في المجهود اللي بتعمله ده. والله يا سعاده البيه مجهود ضايع في الهواء، لا مستندات مظبوطه ولا بيانات تخش العقل. ما تحرقش دمك كده يا اخي، ومع ذلك في حاجه برضه هتروقه. واحده ست سر الحب في عينيها. سر الحب؟ مين؟ بص بص، يا خطوه ينفرش لها الورد والفل. لا مؤاخذه يا بهجت بيه، حضرتها تبقى ايوه عارف هي قالت لي. قصدي يعني يعني انسحب انا واسيبكم تتكلموا وتتحدثوا. لكن ما لكنش. عن اذنكم. بوسينة انت ادم السعد عليا، انا مش عارف اشهد لك بايه ولا بايه ولا بايه. صبر، انا جايه لك دلوقتي ابوح لك بسر لازم تعرف. انا اللي هبوح لك باسرار كتير تسعد قلبك وتفرحك. انت مش فاهمني، السر اللي انا عايزه اقوله لك هو قالهولي قلبك، قالتهولي عنيكي، قالهولي بهجت بيه. بهجت بيه هو قالك؟ ايوه، بهجت بيه قال لي سر ال مش قادر اقول. تقول؟ هتقول ايه؟ هقول لك على كل حاجه. تعال 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 تعال. وناوي تعمل ايه يا صابر؟ بس تعالي دلوقتي تشوفي. بس تعالي. قولي بس هتعمل بس ايه؟ بس يا ستي ما تخافيش. يا اسطى يا اسطى الله ده نايم. يلا نطلع. يلا وناوي تعمل ايه يا صاحبي؟ يا ستي ما تخافيش، تعالي تعالي اطلعي. اخيانا بقول لك اطلعي. احبك ولا كنتش فاكر هيجي يوم وانا احبك احبك، ولا كنتش قادر اجيب قلبي يا وحي قلبي، كنت خايف من الليالي تنظلم فيها امالي، قلت ليه اظلم حياتك واشي حالي ويا حالي.
قلبك وعليكي وخفت من روحي عليكي ولما انا مش عاوز اسمع الا كلمه واحده موافقه. طيب سيبنا افكر. تفكري؟ ما كنتش اظن الجواب يحتاج لتفكير. تفكري زي ما انت عاوزه. خير يا ابو سينا. صباح الخير. انا طول الليل على نار يا ابو سينا منتظر حكم في قضيه امبارح. قضيه ايه؟ مش فاهمه. قضيه حبنا، غرامنا، جوازنا. خير ولا حاجة. ليه كفالة الشر؟ هي بوسينة فتحتك في الموضوع؟ لا، ده اللي بحتلها بكل اللي في قلبي لدرجة اني طلبتها للجواز. جواز؟ ايوه يا استاذ شحاتة، تعرف كان جوابها ايه؟ زغروطة. لا زغروطة، حضرتها طلبت مهلة عايزة تفكر. شوف يا استاذ شحاتة السكينة الحامية اللي طعنتني بيها. لا، دي ما تعداش سكينة ولا مطوة حتى، ده اسمه الدلال وتقل البنات يا عبيط.
وهو التقل يوصل اني اصبح عليها تقوم تقفل الشباك في وشي وتنقحك طوبة تسيح دمك. اسألني انا عن دلال الجنس اللطيف اللعبي. شوف في كام بطحة ياما خرسموني وخربسوني ايام الشقاوة. معلش ربنا يهديها. السلام عليكم. عليكم السلام يا روميو حارتنا. خير ان شاء الله يا صابر افندي. المثل بيقول يا سعادة البيه من امنك لم تخون ولا كنت خاين. والموظفين بتوع سعادتك مش مكانهم هنا في المكاتب، مكانهم هناك في السجون. انا برضو كنت حاسس بكده. انت عليك تسهر الليله ما تفارقش مكتبك، وانا بكره ليا شغل تاني مع النيابه. امرك يا سعاده البيه، انا سهران هنا طول الليل، اعتمد على الله وعليا. كل ده مش هنسهلك يا صابر افندي. اشكرك يا اخي اشكرك. العفو يا سعاده البيه، لا شكر على واجب. للصبح للصبح. إن ما دفعتش الثمن اللي مستني مني بهجة ببكرة هيطرد صابر من شغله. ويا فرحة ما تمت. أعمل إيه؟ أروح لبهجة بذليلة مكسورة الجناح. تروحي؟ ده أنت تندبحي وينشرب من دمك حارة العيش والملح. سمعتنا شرفنا. شرفنا؟ ما تخافش عليه، محفوظ بروحي وعمري. أنا هروح لبهجة بيه بشرفي واطلع بشرفي. اروح معاكي رجلي على رجلي زي ما تحب. انا هطلب من بهجت بيه يحلني من وعدي ويخلي صابر في مركزه. هخوفه من هيبه ربنا، هفهمه ايه عرض الولايه وايه جزا من يمس عرض الولايه. اهو كده كويس. ولما تمسي الدنيا تنزلي انا هستناكي في الدكان. مين زينا بوس بوس وانا لما نونس بعضنا يا وعدي. ايه جت يا عبدو؟ خليها تتفضل يا عبدو، بس ابقى خلي بالك يا عبدو، اي حد يجي انا مش موجود، مفيش دخول، مفيش خروج، مفيش وجع دماغ، فاهم يا عبدو؟ فاهم يا سيد عبدو، يا تجرس عبدو. كويك 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 شوفوا. بهجت بيه موجود يا اسمك ايه؟ محسوبك عبده. موجود يا ست هانم، اتفضلي. لوحده يا عبده؟ طول عمره عايش لوحده. مزاجه رايق يا عبده؟ قوي قوي، وبوجودك هيروق كمان وكمان. يعني اقدر اطلب منه حاجه يا عبده؟ سعاده البيه فنجري قوي، بس بيني وبينك ملوش في الوش الحزين ده. سعادته سلطه منتهى خالص. خليك هلهليه. يعني اعمل ايه يا عبده؟ نظرات فابتسامات فسلامه شويه هيئ يا شيري في صحتك يا دارجن. وكاس والتاني والتالت وبعد الرابع تقولي له بقى على اللي انت عايزاه. وكاس واحد مش كفايه، لازم استنى الرابع كاس يا عبده. ما هو رابع كاس. هياني على الرابع كاس هو اللي يشغل المخ ويحنن القلب ويخليه ما يردش لحد طلب. بالتو فرير اسويره الماز الخياطة عايزة فلوس. أتاري البيت منور. تفضل يا بسمة، تفضل. يا سلام، بقى بسبس الأمورة تلبس حاجة زي دي؟ يا سلام، أقل من الدينار بألف جنيه، بألفين جنيه. اتفضلي هنا.
بعد ربع كاس يا شيري. صحيح. يا شهية. طب في صحتك بقى. في صحتك يا دارلينج. ليلتك بيضة يا وسوس. انت حتة كريمة. الله يكرمك. حتة قشطة. الله يقشطك. خفة نايلون. الله ينيلك. لا يتعور. هو مين اللي يتعور؟ الفستان تعوره تكرمشه ومكوج حتتنا عصبي قوي مش يطول باله شوية يا باي. انا مش فاهم حاجة ابدا. مكوج ايه وبتاع ايه؟ ما تدقش امال اشرب. اشرب قد كده مستعجلة على الشرب. امال مش لازم نشرب اربع كاسات عشان نعرف نتكلم فاهم؟ انا فاهم قوي يا بوس. بتاعي كده ليه؟ ستي في صحتك. في صحتك. منكم يا ستات عوايدكم كده ما قبلكش ما حبكش اتلهلب اتعفرد. لكن على مين؟ انا عايز بوسه يا عسل نحل. يا لهوي. ادخل. سعاده البيت. عاوز ايه يا طول؟ عن اذنك يا بوسبوس. انا مش قلت لك يا مغفل اني مش هنا؟ قلنا كده بيلح ويصمم لازم اقابله. دور عليه يا عبده. الاقيه فين يا عبده؟ اسمع يا عبده. افندم. قول له رحت عند احلام في كباريه الفن والجمال. حاضر يا سعاده البيت. الو. ايوه اديني احلام. بنصور احلام. انا بكلمك من المكتب التجاري. أنا في إيدي شغلانة جامدة قوي. اسمعي، هيجي عندك بعد شوية مدير حسابات الجديد، احجزيه عندك لحد ما أوصل. مسافة ساعة، ساعة بالكتير. أيوه. أنا سألت عبد الخدام، قال لي بعد ربع كاس اتكلمي. وفاضل كام؟ آه فاضل. شرب ثلاثة وفاضل الرابع. راح العزول ملوش أثر. مش تشرب ربع كاس بقى عشان نعرف نتكلم؟ تعالي يا غزالة عشان أثبت لك إن مفيش حاجة تغلى على حبك. إيه رأيك في دول؟ مش بطلين يفتحوا دكان جواهرجي وزينوا باسم جميل عشقوا. نقي اي حته فيهم تعجبك يا وسوس. حض الله بيني وبينهم ربنا. ليه هو المعدن ابو قشره فضه بطل ولا خلص من السوق؟ تويهم زي ما كانوا تويهم. حض الله. جنبي مواعيدي هنا. زمانه جاي ده مواعيده سكة حديد سكة ذهب. اتفضل. اتفضلي. يوم ايه رايك في القعدة دي؟ مش تتم الدايرة؟ اهلا صابر. اتفضل معانا يا اخي بدل قعادة كده في زاوية منحرفة يا برجل الميزانية. يا محور الإيرادات ومحيط المصروفات. يعني المحيط الأطلسي يا 300 متر أطلس. ولا الهندي يا كوباية تمر هندي. وانت اللي جا قوي قوي يا سي صابر افندي. انا شايف كل واحد من حضراتكم متجمد قوي في دمه وفي الفاظه.
ما تبقاش كسر كده يا حضرة مدير الحسابات المحترم. لا ابقى كشر قوي لاني محترم قوي وشريف قوي كده. طيب بصحة صابر بيه الشريف. الشريف قوي قوي قوي. طبعا شريف غصب عنك يا حرامي. بتقول ايه حرامي؟ ما تتحماش بالقطاع، استنى ما تحمي بالجملة لما ارميك في السجن بايديا. انت يا ولد. لا انا والمستندات اللي تحت ايدي، انا اللي هظبطك يا مختلس. بدل ما تظبطني انا روح اظبط مراتك بين احضان بهجت بيه. بهجت بيه؟ مراتي؟ مراتي مين يا كلب؟ بوزبوس بوزبوس يا سبع يا جوز الست بوزبوس. بوزبوس؟ بدلتك الشيك يا حضرة المدير، كرافطتك الحرير، ماهيتك العليوي، كل ده بتدفعهم لك ست بوزبوس من شرفك ومن عرضك. اخرس يا ندي يا حقير. انت فاكر نفسك مدير حسابات بصحيح؟ ده اول ما بهجت بيه هيقضي غرضه وهيناولك شلوته على بره على حاره العيش والملح يا حيدي. اخرس يا سافل. وحشيه بص شباب دي هنا جايه دي ليه مربطه جايه. في صحتك يا وسوس. في صحتك. مش تشرب بقى. انت شربت كم كاس؟ أربعة. ما انت بتعديهم اهو. يعني بقيت بحبوح واقدر اطلب منك كل حاجة من غير ما تزعل؟ حد يزعل منك يا وسوس؟ قول اللي انت عايزاه. صحيح اقدر اطلب منك كل حاجة؟ كل حاجة. انا كذبت عليك يا سعادة البيه، غشيتك، فهمتك ان صبري يبقى جوزي. طبعا امال جوزي انا؟ بس هد اخلاقك يا سعادة البيه. هديت اخلاقي؟ انا هعترف لك بالحقيقة، انا لفقت حكاية الجوازة دي اللي ملهاش اصل ابدا، حبيت اخدم صابر اللي بحبه وماليش في الدنيا غيره. انت مظلوم، الباقي مش هنا. اديني اعترفت لك بالحقيقة يا بهجت بيه، انا كنت طايشة مجنونة، لكن كل املي في عطفك وحنانك، انت الوحيد اللي تقدر تنقذ الموقف وتخلي صابر في مركز. ده مظلوم، انا اللي جنيت عليك، هرجوك هبوس ايديك هبوس رجليك. استغفر الله يا بنتي، انت اخلاصك في حبك وتضحيتك علشان صابر خلوني اعتقد ان الدنيا لسه فيها نفوس عالية وقلوب وافية. أنا حساعدك يا بنتي، وتأكدي إني إنسان مش حيوان. صابر صابر ابعدي يا حشرة، يا حية بتبخ سمها في عباد الله. أنت جننت يا صابر، مش الأول تعرف الحقيقة؟ الحقيقة أنا عايش في دنيا كلها كذب وخداع، وكل ما بتكتر فلوسكم بتكتر مبازلكم، والشريف ملوش أكل عيش معاكم لأن عيشكم معجون بالفسق والفجور. أنت غلطان يا صابر، أنت غلطان. صحيح غلطان، اللي وهبت قلبي لواحدة فجرة زيك. صابر صابر عادي يا قذرة. أنت أحمق أحمق. بهجت بيه بهجت بيه. ظلمت يا صابر، حرام عليك. والله ما حد انظلم في وسطيكم غيري انا. هو بينا اوام قوم ننفذ بجلدنا احسن ما حد يشوفنا ونروح في نهايه. يلا اوام. صابر صابر نفسي قطر. اللي ضربه يبقى هو السارق يا حبيبه. الفرصه
فرصة عظيمة. الفلوس 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 اتسرقت. اسيرها ازيرها، الحساب مخرب، ناقص 18 ونص. الحان يا حاج، انت قاعد هنا وانا قاعدة في البيت على نار. كفلك شر خير يا حاجة. بص بص، من ساعة ما خرجت مع شحاتر لحد دلوقتي ما جوش. يا ساتر يا رب. اقوم حالا افتش ادور استفهم. ولما كان سيف ابن زيازة اللي يهل من بعيد كان عنتر العبساوي. عنتر مين وسيف مين؟ احنا في الاهم. ما تعرفش شحاته خد بوسانيا وراه على فين؟ ما عنديش خبر، مصيرهم يطبوا. وبعدين يا لكن سيدي، لكن الخطرات بقت كتير والسكه بقت وحشه خالص. اه صابر افندي جاي اهو، اساله. بوسانيا لحد دلوقتي ما رجعتش يا ابني يا صابر، ما تعرفش عنها حاجه؟ الاسم ده ما احبش اسمعه تاني يا حاج. ده ينج شفايفك الطهره. دي بنت سقطة عديمة الشرف. اخرس يا ند، اقل عقلي واشرب من جنبك. بوسينة يا عدو الله، بوسينة. انا ما بقطعش فرد حد، واللي مش مصدقني يروح يشوفها بعينه في حضن بهجت بيه. خش ما تخافيش. مساء الخير. ده مسا الشوم واللوم. ده مسا العار والفضيحة. جاية هنا لمين؟ لك وش تقابلينا؟ جاية هنا ليه؟ لك عين تفتحيها؟ مين؟ انتي؟ انتي يا منبع الفساد؟ يا رد الجرس والهتايك؟ رحيلك امام، ما تبقاش بهيم زيهم. بس يا شحاتة لحد كده وربنا يكفينا شرها. اتفضلي فرقينا. حاضر. تنجر ازاي؟ اللي في الحقيقة يستحق الحرق تعرفوا مين؟ احنا التلاتة الجرسوات العجر. لما كنا خدناها ويانا ليله الحفله اياها ما كانش حصل اللي حصل. ما اكبر وخلاص، المهم دلوقتي ما تقعدش هنا. يلا فرقينا. خلاص مش ضروري، هتقعد عندي انا. نعم يا سشاح عندك. ده احذفك انت وهي من الشباك. وما كانش عاجبك اتفجر وياها. الحمد لله اللي جت سليمة يا سعادة البيت. أيوة. اسمع يا عبده. أفندم. أنا مش عاوز تجيب سيرة الست اللي كانت هنا أبدا، فاهم؟ عيب يا سعادة البيت، ده أنا فاهم أوي. أيوة. ألو المحافظة، إديني نقطة الزمالك. اللص هرب بالمسروقات، لكن هيروح فين؟ مش هينفد من ايدينا. اتفضل. مسروقات، عفوك ورحمتك يا رب. واحد قهوة سكر شوية. ودي 100 جنيه لصاحب القسمة. ايه يا نصيب؟ لا ده البوليس عاملهم مكافأة للي يقبل على حرامي اسمه صابر الحناوي. وسرق مين؟ سرق اللي بياكل عيشه بهجت به الايوبي. اخص الله يلعن. اما صحيح اتقي شر من احسنت اليه. مين انت؟ ايوه انا اللي وصلت الليل بالنهار احسب ودقق عشان اخلصك من اللصوص اللي بينهبوك، وكان جزايا الاخر الفضيحه والعار. وجاي دلوقتي عاوز تنتقم مني عشان امراه ماليش بيها اي علاقه، وتتهمني زورا بالسرقه عشان تحطم مستقبلي وترميني في السجن من غير اي ذنب جنيته. السرقه حصلت بالفعل يا صبر افندي، لكن اقسم لك بشرفي اني ما وجهتش اليك اي اتهام، لاني واثق من نزاهتك وطهاره ذمتك. والدنيا يا ابني ما يغنيش عن الاخره. الاخره؟ يا سبحان الله، دي اول مره اسمع سيرتها من واحد زيك.
أنا راجل زي كل الناس، لي حسناتي وسيئاتي والعصمة لله وحده. ما تستغربش يا صابر أفندي إن الضمير البشري إذا تحجر في يوم من الأيام يعود الندم والتأنيب ويرجع يطلب من الله الغفران عما ارتكبه من سيئات. كلام غريب يا بهجت بيه. صدقني المرة دي يا صابر أفندي، لأن ضميري هو اللي بيكلم وكلامه صدق، مفيش فيه أي خداع. إنما اللي اتقرص من التعبان يخاف من الحب. أنا أعذرك، ودلوقتي عرفت قيمتك. كنت قلت لي يا صابر أفندي إنك عملت تقرير عن السرقة والاختلاسات اللي اكتشفتهم في دفاتري. وفي جيبي لغاية دلوقتي. اتفضل. أرجوك يا صابر أفندي تشرح لي كل شيء بالتفصيل. تحت أمرك يا حاج البيت. واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة رجعوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة شمال كله، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين كويس أربعة، واحد اثنين ثلاثة. نهارك سعيد من فضل حضرتك. حضرتي بلوتي، عاوز ايه؟ عايز اشتغل، أنا مستحقية اللقمة، اد عيش ينوبك ثواب. أنتوا بتتحدفوا علينا منين؟ يا كية يا مرجع امشي اطلع برا. حاضر، الحنية ماهيش عند الناس، عندك أنت يا رب. لازم يا كابتن جوع عرصة. عرصة هيحمونا من الشادر. بصل يا اخواتي. لا لا ايه ده؟ بصل ايه كاسكون ياكلي يا اخي؟ يا رب زي بعضه. مين دي؟ ارتست من بتوع بعد الحرب يا استاذ. الله، مش هي دي اللي كانت في حفل بهجت بيه؟ هي يا ناس، هي بعينها. اسمها اسمها بوس 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 بس بوس 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 بسابيس وبسبوسة وبحب الفنانة مهووسة ملوسة وملع محروسة. كان مالي ومالي الحب اطب اطب بس 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 ب
بهجت بيه وصبر افندي قلبوا الدنيا بيفتشوا عليكي، وانا ما اقدرش اخبى اكتر من كده. لا في عرضك يا عقله، انا السبب في المصايب دي كلها وضميري بيوجعني، انا مش عاوزه حد يعرف انا فين، فاهم؟ وفي حاجه بتستخبى يا بوس 4200 جنيه يا سعاده البيه، اختلاسات من بند واحد فرق مباني. الاوباش الخونه ياكلوا عيشي وينهبوني. ده غير ال 2600 بتوع المناقصات وال 3420 تأمينات. وضيف سعادتك فوق كده اعتماد المؤيسات اللي كله تبديد في تبديد، ومقطوعية الحدايد 1700، واستهلاك الأخشاب حوالي 2000 وشوية. أنا على كده مشغل عندي عصابة لصوص، منصر، حرامية بيديروا حازم المجرم. البلد فيها نيابة، فيها محاكم، فيها سجون. اسمعي، اديني سعادة النائب العام أوام. أيوه سعادة النائب العام. أنا هتفرج عليهم والحديد في إيديهم واحد ورا واحد. استنى علي يا حازم الكلب. المثل بيقول يا سعادة البيه، يا بخت من له ويا شقاوة من عليه. وكفاية على حازم إنه هينطرد من شغله ويتحرم من رضا سعادتك. أبداً، الشر بالشر والبادي أظلم. الحلم والعفو ينطلبوا من مين إلا من أمثال سعادتك. سامحوا يا بهجت بيه، وربنا يجعلك من اللي قال عنهم في كتابه العزيز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. امنت بالله وبكلام الله. انت يا صابر يا ابني بالرغم من صغر سنك علمتني درس في التسامح، في النبل، في كرم الاخلاق. انا عافيت عن حازم والمجازي هو الله. ده شيء سمعته بودني وبهجت بيه بلغ النيابه خلاص. ولما يبلغ العفاريت الزرق كمان. انت بتشتغل معايا وانا عامل حساب كل حاجه. روح نام واطمن. انام؟ انام لما اذبحك. ده شيء يطير النوم، يطير العقل. زي ما قلت لكم الرقصه الثالثه من غير مقدمه. بس خلي بالكم من تنبو الطبول. ها الليله عاوز اشوف همتكم. الناس كلها منتظره الاوبريت الجديده، فاهمين؟ اهلا حازم بيه، ليلتك زي البرلمان. انا برلمان بالحق. يا باي مال وشك مقلوب كده؟ بهجت بيه بلغ النيابه. يا ستي هتمسك حراميه على اخر الزمن. ما بلغش عن سرقه الجواهر، بلغ عن اختلاساتي. اوه اوه ازاي؟ اللي اختلسته كنت بصرفه على مين؟ مش عليكي؟ مش على طلباتك اللي ما بتخلصش؟ لولا انت كان ليه الزمتي ابيع شرفي، امد ايدي، الحقيني بالجواهر اوام، نغطس بيهم حالا ونروح سوا. انت مجنون، لو اختفي واسيبهم ليله افتتاح الاوبريت الجديده مش هيكتر الكلام والحديد. ويبقى على راي المثل ما شافوهمش بيسرقوا شافوهم بيهربوا. إذا الليلة ومجرد ما يخلص الأوبريت هستناك على باب المصرف والجواهر وياكي، الجواهر، فاهمة؟ ما تخافش مخبيهم في أوضتي، ولا بهجت ولا أبو بهجت يعرف طريقهم. إيه بوسبوس؟ صبر هتظهر براءة الليلة. أنت بتقولي إيه؟ الجواهر هتنظبط والحرامية هيتمسك، بس أرجوك تنده لأهل حارتي كلهم. حاضر أوام، عشرة من يجيبوهم، حاضر العيش والملح واللي جنبها واللي حواليها حمامة. اجري يلا. ألو بهجت بيه موجود؟ قولي له بوليس سري. ايوه بهجت بيه، عندي خبر مهم جدا. جواهر سعادتك اتفضل استلمها الليله من كباريه الفن والجمال. افندم انا مين؟ بعدين تعرف.
مدام اتفضلي فاضل 10 دقايق. حاضر انا جايه. بص بص حل بيتنا وانتم مرقتكم يا جدعان، يا تنجدوها يا هيروح صابر بشربه ميه. اشمعنى صابر دلوقتي بقاله عندك المحبه دي كلها؟ ابن حارتي، ولما كنت بتكرهه ما كانش ابن حارتك. ما ترد قالوها كلمه حكمه. انا على اخويا وانا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، والراجل الصحيح اللي ملوه هدومه ساعة الجد ينسخ صمته مع ابن حارته ولا ينصرش عليه دخيل، فاهمين؟ وارد عليه يا كده المجدع. ابن حارته العيش والدار. يعيش المعلم عقلة. يعيش المعلم عقلة. كبرت في عيني يا عقلة. يلا يا جدعان لسمعة حارت العيش والملح. 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 انت هو جدع صبر افندي. الف حمد لله على السلامه يا حضرتنا صبر افندي اهو. مرحبا ابن حدتنا. عبد الله بالسلامه صبر افندي. يا عيش صبر افندي. يا عيش صبر افندي. يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش. خلاص براءه باذن الله، واللي خانك ده اقول عليه يا رحمن يا رحيم. انا مش فاهم حاجه. أنا جاي تلفون من بخبر من بوليس سيرلي. من بصبص اللي ظبطت الحرامية. بصبص؟ هي فين؟ هنا في الكباريه يا صبر افندي. أنت مستني إيه بالعافية؟ الكباريه ده لازم يتكسر حتت. هجوم يا رجالة. بس يا جدع أنت أهو بس. مفيش لزوم للعنف. أنتوا هتخشوا وتقعدوا معايا بغاية الأدب. ولما نحتاج لكم هنديكم إشارة. خشوا كلكم على حسابي. يا عيسى عبد الحليم. يا عيسى عبد الحليم. اقعد يا حاج اقعد. يلا فلوس انت هو يا واد. كل واحد في مكانه. فين الشقاليه؟ فين المرميه؟ هدوم هنا اهو. فين البنات؟ يلا شوية اسمع على صوتك ده. فين عليا؟ فين سالية؟ يلا تعالوا شوية. يلا يلا عشان مهمة. يلا امال فين بوسعيد؟ هناك واقفة ايه في وسط البنات؟ مش باينة يا عقلة، لازم اقابلها، لازم اكلمها. طول بالك بعد الشغل. ما عنديش صبر استنى. مفيش طريقة يا عقلة تخرج بيها من وسطهم. والله طريقة يا عقلة نخش احنا في وسطهم. أيوة. فكرة هتخشوا في وسطهم. تعالوا معايا. يلا. ان ما قلتيش الجواهر فين هوديكي في دهن. هجيب لك البوليس، انت فاهمة؟ ست احلام اتفضلي. حاضر انا راجعة لك تاني على الاذن. We'll be right back.
الميسة حو بسم الله مجراها بلا 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 يا الله بلا بلا فوق صدر دجلب سلام حتى مرسى هلا 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 يا الله هلا 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 يا الله عودي لأهالينا هلا هلا يا الله عودي لأهالينا هلا هلا يا الله عودي لأهالينا جمال حورها وولدانها صارت صبايا ملاح سكرانة من غير راح بها القلوب ترتاح ده الحسن جنة وانا عجنة رضوانها 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 الدنيا ضحك الخلي البال وعبس عليه بيها اتخلق للشجا ومن الفرح مالي شيء وان ردت اضحك الاقي الدمع ماله عني يا ضحك السن أمنتك يا ضحك السن أمنتك تميل حداي وتقول لي ليش بالوجود وتقول لي ليش بالوجود عايش وما يا ضحك السن أمنتك تميل حداي وتقول لي ليش بالوجود عايش وما اني حي
بره على باب المسرح. اكره اوام حصلهم. يلا كحلت العين ده انا وحدي هين وبيدنا ايه وبيدنا ايه رجالتك قاعدين هون اطلب من بينهم عون اطلب من بينهم عون يجواكم سعدك هيا والمولى يسعدك هيا هيا يا مظلومة هيا هيا يا رجال النجدة يا رجالي وخلافكم من يصلح حالي يا رجال النجدة يا رجال قيموا على الأبواب حراس لا يفر ظالمنا وجيدوا وسواس خناس ومع غنائمنا واللي يخون العيش والملح يا ويلو من ربه يا ويلو من ربه واللي يخون العيش والملح يا ويلو من ربه أحلام 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 حازم وإحنا في دهية جرى إيه احكيلي بصينا الملعونة دخلت لقيتها في الأوضة المهم الجواهر ما تخافش ما لقيتش طريقهم هم فين يلا أوام طمنيني وينهم فين أهم ده أهلك يا فاطمة أوام قبل ما يمسكونا اجري على محطة مصر بسرعة فضلك يا اسطى اعمل معروف اجري مستعجل على ايه يا حازم بيه حضرتك رايح حفله ده انت رايح في داهيه مين صابر شرت خير وسمعناها يا حارق العيش والملح بركت اسمك على سكانك خليت أجدع ناس تدعانك بركت اسمك على سكانك خليت أجدع ناس تدعانك يا حارقنا يا حارق العيش العيش والملح العيش والملح العيش والملح العيش والملح العيش والملح